من مات وترك زوجة وإخوة أشقاء ما نصيب الزوجة من الميراث وليس لهم أولاد؟ من ترك مات وترك زوجة وإخوة أشقاء وليس لهما أولاد، ليس لهما أولاد، منهم اللي ما لهم أولاد الزوجين؟ ما أدري، هذا يحتاج إلى إثبات، المواريث يحتاج إلى إثبات عند المحكمة، ربما يكون هناك ورثة ما درى عنهم السائل أو ما ذكرهم السائل، فلا نقول الزوجة له كذا والإخوة لهم كذا حتى يثبت هذا عند القاضي، إن ما فيه ورثة غير هؤلاء.